اللي قبل اليوم واللي قبل حول قد فتح بركة السنة بالأمس وأنا أنظر إلى الأسباب الأخبار ما يقع في غزة يقع في فلسطين أتساءل في كثير من الجدوى أن حقق حقوق الإنسان كيف سنعلم أبناءنا حقوق الإنسان وهي طالب انتهاكات بهذا الشكل أمام الرأي العام الدولي ولا من يتحرك ونحن أمام جرائم الحرب جرائم الإنسانية وجرائم الإبادة نص على القانون الدولي وأنتم تعرفون أن حكم محكمة نيرنبرغ في هذا الموضوع تقول أنها نصوص قانونية مستوحاة من الطبيعة لم ننشئها ولكن تم اكتشافها لأنها جاءت مع الإنسانية. هل هذه الجرائم البشرة التي تطرح علينا أزمة أخلاقية دولية والتي تضرب في عمق أي نقاش حول حقوق الإنسان وشرعيتها الدولية، هل يمكن أن نعتبر أن الدولة المعتدية في فلسطين هي خارج نطاق القانون الدولي؟ هذا اللقاء اليوم هو لقاء الإعلان عن انطلاقة الخطة العربية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وهذه الخطة جاءت بها على اقتراح المغرب في اللقاء الأخير بجامعة الدول العربية وتبنتها جامعة الدول العربية وتم تكليف كل من المغرب وغيره وجامعة الدول العربية لأجل وضع هذه الخطة وكذلك خلق تصور العمل عليها، وفعلا تمت اجتماعات متتالية حول هذا الموضوع وتم الاتفاق على الخطة وتم الاتفاق على التصور والأهداف ديالها. والآن حنايا في طنجة هنايا تنوضعوا ترعنوا على انطلاق هذه الخطة كما سيتم التداول حول مكان وجود المؤسسة التي ستتبع هذا الموضوع الذي هو الخطة العربية لتثقيف ثقافة حقوق الإنسان. وزير الفوندي وزير العدل للمملكة المغربية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أود بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمملكة المغربية الشقيقة على تنظيم فعالية إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي تعكس رؤية الحكومة واهتمامها الواضح بتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون العربي المشترك في هذا المجال. طبعا يسرنا ويسعدنا التواجد في فعالية إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في حقوق الإنسان، طبعا برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وكذلك بمشاركة وحضور المفوضية السامية للأمم المتحدة وممثلي الدول والمنظمات المعنية بالتربية والتثقيف. حقيقة هذه الفعالية تعتبر فرصة جيدة جدا لتبادل الخبرات والممارسات الفضلة في مجال التربية والتعليم على حقوق الإنسان. كذلك كان من ضمن نتائجها في اليوم الأول واللي لمسناه حقيقة وهو ترسيخ وتنسيق الجهود بين الدول والمنظمات وكذلك تعزيز النهوض بثقافة حقوق الإنسان. اللجنة هنا أمرين، الأول توجيه الشكر لكل من ساهم في صياغة هذه الخطة ابتداء من المملكة المغربية وفريق الخبراء المعنيين الذين عملوا على النص الأول حتى أخرجوه في صورته الحالية، ولا يفوتنا أن نشكر اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والتي أحاطت الفكرة الوليدة بالعناية اللازمة حتى خرجت للنور. الثاني مسؤولية لجنة الميثاق تجاه هذه الخطة، وهذه المسؤولية تتفرع في ثلاث محاور. المحور الأول واجب لجنة الميثاق في مراجعة وتقييم جهد الدول الأطراف في تنفيذ وإنجاز أهداف الخطة. طبعا اليوم نحضر فعاليات إطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان تحت شعار الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. بين طبعا نحن كبرلمان عربي ندعم كل التوجهات العربية الساعية لتفعيل وتطوير من حقوق الإنسان، ونشكر المملكة المغربية على استضافتها لهذا المؤتمر الهام، ونشيد كذلك بالنهضة التي وصلت لها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. بلا شك احنا ندعم كل توجهات جلالته التي تصب في دعم العمل المشترك والدفاع عن القضايا العربية خاصة قضية فلسطين. مطلع عامنا هذا على ضفاف المحيط الأطلسي
بمدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد دورتها العادية 52 كأول دورة تنعقد خارج مقر جامعة الدول العربية. ها نحن نجتمع مجدداً على هذه الأرض الطيبة وبطنجة مدينة البغاز، حيث وعلى بعد خطوات من مكان جمعنا هذا نجد ملتقى المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط. جئنا من مندوبية فلسطين لدى جامعة الدول العربية لمثل دولة فلسطين في هذا المؤتمر الذي سيتم من خلاله إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف على مجال حقوق الإنسان بين النص والتطبيق. حضورنا هنا جاء ليؤكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان وإيماننا العميق فيه في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي باقي أيضا المدن والقرى الفلسطينية لانتهاكات جسيمة ترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي بحقه. رغم ذلك ما زلنا مؤمنين بأهمية هذه الحقوق، ولذلك جئنا لنشارك ولكي نتبنى هذه الخطة على الصعيد الوطني ويتم إدماجها داخل المناهج وتربية أبناء على هذه المفاهيم والمبادئ والقيم. بداية أحب أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة المغربية على استضافة الحفل الرسمي لتدشين الخطة العربية للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان. هذه الخطة التي عملت عليها اللجان المشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، هذه الخطة تستهدف التدريب على ثقافة حقوق الإنسان خصوصا النشأ. الآن دور يجب أن يكون على المؤسسات التعليمية للأخذ بهذه الخطة في تدريب على مبادئ حقوق الإنسان، كمثلا على عدم التمييز واحترام الآخرين وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان. فالآن دور المعاهد التكوينية في تدريب على هذه الخطة والعمل على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية، ودعم وتطوير استراتيجيات وطنية في مجال تعريف حقوق الإنسان، ووضع آليات تنفيذية وتخصيص الموارد اللازمة لها، بالإضافة لاعتماد مبادئ توجيهية بشأن العناصر الأساسية للتثقيف